entreprise qui est une filiale de Veolia a mis en place tout un système de dépollution qui a pour objectif principal, bien entendu, l'amélioration de la qualité de vie des habitants de la ville de Tanger et des villes avoisinantes. Conformément à la stratégie nationale de l'eau et face au stress hydrique, qui est un vrai sujet d'actualité aujourd'hui au Maroc, et dans le cadre de notre démarche de performance plurielle, nous avons accompagné les autorités et fait de la réutilisation des eaux usées traitées, qu'on appelle également reuse, une voie d'avenir et un pilier de notre stratégie en matière de protection de la ressource et de protection de la ressource en eau. اليوم هذا التنقل ديال الموضوع ديال الإعادة الاستعمارية لعدم في سقي المناطق الخضراء، دونك هذا الموضوع هذا كما كتعرفوا جاء اللي هو واحد الحل مبتكر لمواجهة هذا النقص ديال المياه اللي كتعرفها المنطقة ديالنا على وجه الخصوص اللي كيعرفها المغرب كما كتعرفوا كي المستخلص الدريك اللي كتعرفوا البلاد ديالنا. كذلك جاء اللي يعني واحد الحل بين الحلول المبتكرة للحفاظ على الموارد الطبيعيه والحفاظ على الثروه المائيه في المنطقه. كما كتعرفوا في مدينه طنجه دونك عندنا واحد الاستاسيون اللي هي قائمه بمحطه بخلف واحد للطاقه الاستيعابيه ديالها والطاقه ديال المعالجه ديالها ديال 11000 متر مكعب. كذلك قمنا بانجاز واحد المنشات باش نقدروا نسقيو الريوز، جوج محطات بومباج لي ريزرفوار دو ستوكاج. كذلك المرحلة الأولى قمنا بإنجاز 27 كيلومتر ديال القنوات. كنتواجدوا اليوم بمحطة معالجة بوخالف، هذه المحطة اللي القدرة الاستيعابية الطاقة الاستيعابية ديالها 32 ألف متر مكعب، كتمكن من إنتاج واحد المياه عادمة اللي نقدروا نستعملوها في إعادة في استقي المناطق الخضراء بجامعة غزنايا وطنجة. اليوم كذلك كنطلعوا الرأي العام على المشروع المهم والمهيكل اللي كيهم سقي المناطق الخضراء بالمياه المعالجه في المرحله الثانيه ديالو. هذه المرحله اللي الكلفه ديالها 124 مليون ديال الدرهم اللي كتمكننا واحد سقي واحد 150 هكتار اضافيه للمناطق الخضراء بهذه الجامعه هذه، يعني بحوالي يعني بحلول الاسابيع المقبله سنتمكن ان شاء الله من سقي اكثر من 285 هكتار بمدينه طنجه وغزنايا، ما يعادل اكثر من 75% من المساحات الخضراء ديال المدينه تكون ان شاء الله مسقيه بالمياه العادمه المستعمله. هذا المشروع كذلك سيمكن من الحفاظ على الثروه المائيه ديال الجهه، ويعني بحوالي 1.8 مليون ديال المتر مكعب سنويا، ما يعادل حجم واستهلاك لواحد المدينه بحجم 55000 نسمه. كذلك نجاح هذا المشروع كيعود الفضل ديالو للدعم المهم ديال وزاره الداخليه، وكذلك الدعم والمراقبه والتتبع اليومي للسيد والي الجهه، وكذلك الدعم المالي ديال جهه طنجه تطوان حسيمه وجامعه طنجه وجامعه غزنايا. Le point aujourd'hui sur les investissements 2022-2021 en 20 ans, c'est 2 milliards de dirhams en électricité, 2 milliards en eau potable et presque 5 en assainissement, juste pour vous rappeler que c'est l'électricité qui finance l'assainissement. Il y a des énormes investissements qui sont faits en assainissement. Ceux qu'on vous présente aujourd'hui en font partie. كنت واجد اليوم بموقع مشروع توسيعات المحطة المعالجة بوخالف 2، وهذا المشروع مهيكل سيمكن من إزالة التلوث واستعمال المياه المعالجة في السقي، كما سيمكن من معالجة التلوث، وبالتالي تلوث وتدفق المياه على الشواطئ المجاورة. هذا المشروع هذا يمكن من معالجة 32000 متر مكعب في اليوم، ويتضمن ثلاث مراحل للمعالجة، معالجة أولية ومعالجة ثانوية ثم معالجة ثلاثية. المعالجة الأولية تمكن من إزالة الشوائب من رمال وزيوت، المعالجة الثانية تمكن إزالة التلوث البيولوجي وأزوت وفوسفور، ثم في الأخير المعالجة الثلاثية وتمكن من تحسين جودة المياه وحماية المستخدمين الذين يشتغلون في ري المساحات الخضراء. عندنا شونتيون ديال الماء اللي كيدخل لاستاسيون،
داكوغ. دونك هذا هو الماء اللي كيدخل عندنا من بعد المعالجه، وفي هذه المرحله المعالجه الاخيره الماء اللي كنحصلوا عليه كيكون بهذا الشكل هذا. نقي كيبان بحال ماء صالح للشرب، غير هو تيبقى ماشي صالح للشرب. وفين الاستعمال ديالو؟ تيتم الاستعمال ديالو في سقى المناطق الخضراء بطن. دونك كنتواجدوا حاليا بمحطه معالجه بوخالف 2. هذه الستاسيون هذه السعه ديالها 32000 متر مكعب. كتمكننا من معالجه المياه العديمه، بحيث ان هذه المعالجه تتم على ثلاث مراحل كبرى. المرحله الاوليه وهي مرحله المعالجه الاوليه، خلال هذه المرحله كنحيدوا من الماء كاع من لي زيفليون كاع النفايات الكبيره والصغيره. من بعد كنقوموا بازاله الزيوت والاتربه. من بعد هذه المرحلة الأولية كندوزوا لمرحلة المعالجة الثانوية. هذه المعالجة الثانوية كتكون ب ب ب ب ب كتكون بيولوجيك، سيتادير كتكون كونسي سور لو برانسيب دو تريتمون بيولوجيك بو اكتيفيا فابل شارج. دونك خلال هذه المرحلة هذه كنزودوا المياه بالأكسجين، من بعد كنزولوا المياه بالأكسجين البكتيريا كتجمع، من بعد كدوز واحد لوفراج اللي هو الكلاريفيكاتور دي كونتور. فهاد المنشأة هذه كيهبطوا لنا كتهبط لنا الحمأة لتحت، كيطلع لنا الماء النقي الفوق. من بعد كيدوز الماء للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة التنقية الأخيرة.